السلام عليكم. كثير منا إذا أراد أن يصلي وهو منفرد كبر وصلى دون أن يقيم الصلاة، فهل يا ترى يجب عليه أن يقيم الصلاة؟ أم الإقامة سنة يستحب فعلها دون الوجوب؟ ثم إذا أردت أن تقيم الصلاة، ما هي الألفاظ التي يجب أن تقولها؟ وأيضا إذا كنت تقضي أكثر من صلاة، فهل يجب عليك أن تقيم لكل صلاة أم يكفي إقامة واحدة؟ وما هي الأفعال والألفاظ التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإقامة؟ كل ذلك وأكثر سنتعرف عليه في هذا العرض الممتع والبسيط. لنبدأ العرض، ولكن أدعوك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبك الفيديو والتعليق تشجيعا لنا لنستمر في أحكام الفقه. لندخل إلى الكتاب. الإقامة، وهي الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها المسلم إذا أراد الصلاة إذا كان منفردا أو كانوا جماعة. والإقامة نفس الأذان مع ملاحظة الفوارق التالية: أولا، الأذان مثنى والإقامة فرادى، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وهي لفظ قد قامت الصلاة فإنها يكررها مرتين. وصيغة الإقامة كاملة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثانيا، الترسل والتمهل في الأذان والإسراع في الإقامة، لأن الأذان للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإسراع فيها أبلغ. أيضا من كانت عليه فوائد وأراد أن يقضيها أذن الأولى فقط وأقام لكل صلاة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين. وأما عن سنن الإقامة وهي التوجه نحو القبلة، القيام وقت الإقامة أي للمؤذن، الالتفات يمنة ويسرى أثناء الإقامة، وأخيرا الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الإقامة فقط للفرائض. ويسن للسامع أن يقول أقامه الله وأدامه. النداء للصلوات غير المفروضة: الأذان والإقامة سنة مؤكدة للصلوات المفروضة، أما غيرها مما يسن فيها الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة فلا يسن فيها الأذان ولا الإقامة، وإنما يقول فيها الصلاة جامعة. الوعي والمعرفة، طريقك إلى المعرفة. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.